ممكن أن تساهم مستويات سكر في الدم غير المنضبطة في حدوث عدة مضاعفات خطيرة. ويعتقد الكثيرون أن مرضى السكر لا يستطيعون تناول فاكهة لأنها حلوة، فهل يمكن لمرضى السكر أكل الموز؟ تعرف على الجواب هنا. عادة ما يرى مرضى السكر أنه لا ينبغي لهم تناول الفاكهة لأنها تحتوي على الفركتوز، السكر الطبيعي المتوفر في الفاكهة. ومع ذلك هذا شيء غير صحيح، تحتوي معظم الفواكه على مؤشر نسبة سكر منخفضة، ولا يساهم في حدوث تقلبات في مستويات سكر في الدم. عند تناول فاكهة بنسب مضبوطة يمكن أن تفيد الجسم بعدة طرق، وهذا ينطبق حتى على مرضى السكر. في هذا المقطع سنتحدث عن الموز، الفاكهة الوحيدة المتوفرة في جميع الفصول، وما إذا كانت فاكهة صحية لمرضى السكري. يحتوي الموز على نسبة عالية من الكربوهيدرات، ومن المعروف أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات تؤدي إلى زيادة سريعة في مستويات سكر في الدم. فموزة متوسطة الحجم تحتوي على 14 جرام من السكر و6 جرام من النشا، لكن الموز غني أيضا بالألياف، وهذه الفاكهة هي الخيار المناسب لمرضى السكر. تقول أوباسانا شارما أخصائية التغذية في مستشفى ماكس، يحتوي الموز على السكر والكربوهيدرات ولكنه غني بالألياف ويحتوي على مؤشر منخفض نسبة السكر في الدم، ويمكن لمرضى السكر تناول الموز ولكن باعتدال. وعندما سئلت عن الكميات التي يجب أن يتناولها مرضى السكري من الموز، قالت موزة صغيرة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع هي آمنة لمرضى السكر، ولكن لا ينبغي لمريض السكر أن يأكل الموز يومياً. يوجد العديد من الفوائد المحتملة للموز نظراً لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة تشمل ما يأتي. أولاً، بسبب احتوائه على البوتاسيوم فإنه قد يساعد على إدارة ضغط الدم والتقليل من الضغط على الجهاز القلبي الوعائي. ثانياً، يحتوي الموز أيضاً على الألياف، حمض الفوليك ومضادات الأكسدة. جميع هذه العناصر تساهم في دعم صحة القلب. ثالثاً، تحتوي حبة موز متوسطة الحجم على الماء وتقريباً على 10% من احتياج الشخص من الألياف الذي يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي. قد يصف الأطباء الموز لعلاج الإسهال لتعويض الماء والأملاح التي تم فقدها بسبب الإسهال. رابعاً، قد يساعد الموز على تحسين الذاكرة والحفاظ عليها بسبب احتوائها على مادة تسمى تريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد في الحفاظ على الذاكرة، تعزيز قدرة الشخص على التعلم، تذكر الأشياء وتنظيم الحالة المزاجية. في النهاية وجب الذكر أن هذا الفيديو يوفر نصائح ومعلومات عامة فقط، وهي ليست بأي حال من الأحوال بديلا عن الرأي الطبي المؤهل. استشر دائما الأخصائي أو الطبيب لمزيد من المعلومات.